الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. في هالفيديو راح أحكي عن موضوع ثقافي، وسأحاول قدر استطاعتي أن يكون كلامي خليطا من الفصحى والعامية وباللغة العربية لكي تصل الفكرة بأقل خسائر ممكنة. والموضوع يعني هو خليط، صحيح هو في إطاره العام ثقافي، لكن يشير بأصابع الاتهام إلى بعض المسائل المتعلقة بالتغيير السياسي، بالتوظيف السياسي، بالاستثمار السياسي، سواء على مستوى الأشخاص أو الجماعات السياسية. لكن قبل البدء بهذا الحديث، قبل الخوض في هذه المواضيع، آمل أن تكون فناجين القهوة فناجينكم، أنا فنجاني جاهز، أن تكون فناجينكم جاهزة لكي نقلب الأمر على أوجهه و نرتشف قهوتنا أيضا. لنبدأ. آمل من كل الأصدقاء والصديقات والأخوة الأعزاء والأخوات من أهالي مدينة كوباني الكردية السورية أن لا يأخذوا كلامي على نحو خاطئ، على أنه يستهدف المدينة ويستهدف قيمها ويستهدف رموزها. الأشخاص الذين سأتحدث عنهم وأناقش تجربتهم وأوجه إليهم القليل من النقد، في تقديري وظني ليسوا رموز المدينة. هم ليسوا رموز المدينة على المستوى الوطني وعلى المستوى الثقافي أيضا. يعني هذا من جهة. فالكلام آمل لا يؤخذ إلى تلك المنطقة الموبوءة بالوعي المناطقي والانحيازات، هذا من الجزيرة وهذا من عفرين وهذا من قامشلو وهذا من عمودة وهذا آشيتي وهذا غربي وهذا حمصي وهذا حموي. هل الانزلاقات والانحيازات المتفاهمة أحيانا في رد الانتقادات على أنه هنالك استهداف مناطقي من منطقة ما لمنطقة ما، أو من شخص ينتمي إلى منطقة ما ويستهدف منطقة كوبان، هذا موجود، هذا موجود عند الأكراد وهذا موجود عند العرب وموجود عند الكثير من يعني البيئات الاجتماعية في الشرق الأوسط. عندما نوجه انتقادا لشخص معين أو لجهة معينة في بيئة اجتماعية معينة، يصار إلى استنهاض المشاعر المناطقية والهوية المناطقية والهويات الفرعية على أنه هنالك محاولة استهداف لمدينة ما أو إقليم ما أو منطقة ما أو فئة ما. وهذا قولا واحدا، كوباني في القلب ومثلما عفرين في القلب، كوباني في الروح مثلما القامشلي في الروح، مثلما كل المناطق الكردية والمناطق السورية
نفتخر بها ونتباهى بها، ونحاول قدر استطاعتنا عدم جعلها وقودا للاستثمار والتوظيف السياسي أو الشخصي، وأن تكون مادة رخيصة للاستثمار. يعني هذا يعني أولا، يعني ليكون الأمر واضحا. ثانيا، ليست لدي أي مشاكل شخصية مع يعني الذين سأرد أو سأذكر أسماءهم هنا أبدا. يعني منهم من لا أعرفهم على المستوى الشخصي، منهم من أعرفهم، ولكن لا يوجد هنالك عداوات أو خصومات شخصية. هذا إذن ليكون واضحا، فالكلام نقدي محض، بإمكان المعنيين بهذا الكلام أن يردوا بهدوء وبالحجة وبالبرهان وبالأسانيد التي بين أيديهم. إذن كلامنا عن مهرجان كوباني السينمائي الدولي، يعني في دورته الخامسة. أنا لم أتناول هذا المهرجان لا مدحا ولا ذما ولا نقدا في دوراته السابقة، الأولى والثانية والثالثة والرابعة والدورة الأخيرة، الدورة الخامسة، لكن ما دفعني إلى تناول الأمر بقليل من التأمل والمراجعة والنقد، يعني مجموعة من الاعتبارات سأذكرها الآن لكم. هذا المهرجان كما ذكرت يعني في الدورة الأخيرة، هي كانت الدورة الخامسة، الدورة الأولى كانت في 2020، والدورة الثانية في 2021، الدورة الثالثة في 2022، الرابعة 2023، والدورة الخامسة موضوع هذا الحديث جرى يعني كانت قبل أيام، يعني في 2024، في سبتمبر 2024. ويعني معروف يعني لأي مشتغل ومهتم بالشأن السينمائي الكردي حصرا، أنه شهر سبتمبر له دلالة تتعلق بشكل أو بآخر بالسينما الكردية. وفاة المخرج السينمائي الكردي العالمي الروائي والمخرج السينمائي الكردي العالمي المصغني في 9 سبتمبر 1984. أنا لا أعلم هل كانت هذه الدورة يعني في سبتمبر مصادفة، وفي حال لم تكن مصادفة وكان يعني الهدف منها لتكون بالتزامن مع ذكرى رحيل يلماز جوني، فأين يلماز جوني في برنامج في برنامج المهرجان؟ هل يعني تم إعادة عرض بعض أفلامه القديمة كنوع من الاستذكار أم لا، طالما هو يعني برنامج مهرجان سينمائي كردي أو يعني مدينة كوباني؟ أنا لا أعلم في هذا الخصوص، لكن حسب ما قيل لي أنه حسب المعلومات التي وردتني أنه يلماز جوني كان غائبا ضمن برنامج العروض، أو ضمن البرنامج العام في المهرجان. هل هذه هي النقطة الأولى التي يمكن أن نسجلها؟ نعم، هي نقطة يمكن أن نسجلها في حال يعني أن هنالك غياب، أو يلماس جوني سقط سهوا من المعنيين، أو الذين يفترض بهم أنهم مهتمين ومعنيين بالسينما بشكل عام والسينما الكردية بشكل
خاص. هذا أنا طالعت الموقع الإلكتروني، شفت الموقع الإلكتروني، تصفحته شوي، وبشكل أو بآخر يعني عرفت بعض المعلومات عن يعني بعض المعلومات الأساسية، يعني على سأضع مسائل التعريف باللغة العربية وما شابه، يعني هذا تلك الـ يعني من ركاكة، ما في أي كاتب محترف بيراجع المحتوى اللغوي الموجود على الموقع راح يعرف إنه اللي كتبوا هالتعريفات والتوصيفات هدفنا ورؤيتنا ومن نحن وهالقصص باللغة العربية، إنه الذي كتب هذه الخلاصات الموجزة والتعريفات المكثفة عن المهرجان هو شخص يعني مبتدئ، أقل ما يقال فيه بأنه مبتدئ، في حال أنه كان يعني كاتب أو حسب ما يعني يفترض فهو يعني مستويات الموهبة لدى هذا الكاتب والمهارات اللغوية ضعيفة أو متوسطة أو متدنية، يعني مش تلك المستويات التي يعتد بها ويمكن أن تكون سندا احترافيا فيما يتعلق بالتعريف بالمهرجان على صعيد اللغة العربية. على اللغة الإنجليزية أنا ما لي علاقة، بس أنا معني باللغة، حتى في اللغة العربية، في الكردية كما شفت بعض الركاكات اللغوية يعني في هذا الخصوص. هذا من جهة، من جهة أخرى الأشخاص المعنيين أو المنظمين، يعني أنا ما ب... يعني مرة واحدة التقيت بمصطفى زيدان على هامش الحفل الموسيقي للفنان ميتشو كندش. أنا من يعني عشاق ميتشو كندش وفن ميتشو كندش، وحضرت الحفل أنا وصديق، أخذنا يعني بطاقات تذاكر واشترينا تذاكر وحضرنا على الهامش. مرحبا أنا يعني ما بعرفه بشكل شخصي، يعني ما صار في تواصل بيناتنا بشكل شخصي، مراسلات أو سابق معرفة، أنا ما بعرفه يعني، لكن أنا أفترض به طالما هو منظم مهرجان أو من ضمن منظمي مهرجان كوباني السينمائي أن يكون له ذلك الشغف السينمائي، سواء على مستوى النقد السينمائي، إذا عنده مقالات نقدية، عنده دراسات نقدية تناول فيها الأعمال السينمائية كردية عربية أو أجنبية، أنا ما بعرف. هذا سؤال أطرحه، هل السيد مصطفى زيدان لديه تجربة تتعلق بالنقد السينمائي كي يقيم أعمال سينمائية، أو يعني لا يكفي الشغف بمشاهدة السينما والأفلام السينما، هذا لا غير كافي، طالما التحصيل العلمي ليس شرطا شارطا، يعني كما ذكر الأستاذ عماد نجار، أنا شفت الفيديو تبعه وأغلب انتقاداته الموجهة للمهرجان أنا أتفق معه فيها، في بعض التفاصيل هنالك مساحة من الاختلاف، لكن أغلب الانتقادات التي وجهها هي انتقادات وجيهة ومعقولة، ويمكن يعني يؤخذ بها ويرد عليها، يعني بالنسبة لي مهمة، يعني عندما نوصف شيئا بأنه مهم لا يعني بأننا نصادق عليه 100%. الانتقادات التي وجهها عماد نجار انتقادات مهمة ويعني بالنسبة لي يعني محلها يعني من الاحترام موجود.
والاختلاف أيضا يعني معه في بعض الحيثيات والتفاصيل أيضا موجود بالنسبة لي. هذا الفيديو ليس لكي أناقش ما تفضل به عماد نجار، لا، لكي أحاول أن أضيف على ما قاله عماد نجار فيما يتعلق بموضوع مهرجان كوباني. هو يقول أنه التحصيل العلمي يعني ليس ضروريا، يعني ليس مصطفى زيدان ليس مطالبا أن يقدم لنا ما يوثق إلمامه واهتمامه بالسينما على صعيد التحصيل العلمي، مثلا شهادة علمية أو شهادة أكاديمية تشير إلى أن هذا الرجل بيفهم شو يعني سينما، يعني وبيفهم شو يعني أنه مهرجان سينمائي. إذا كانت الشهادة، نعم أنا معه يعني الشهادة مش ضرورة، لكن ما هو ضروري الخبرة. يعني أنا اشتغلت في العمل الصحفي بدون أن يكون معي شهادة، أنا أيضا لا أحمل شهادة جامعية في الاختصاصات التي كتبت فيها. أنا لست خريج أدب، لكن أنا عندي 6 روايات صدرت وفي دور نشر يعني محترمة، وكتبت في النقد السينمائي، وكتبت في النقد الأدبي، وكتبت في النقد في يعني النقد الأدبي شعر، رواية، قصة، كتبت في الإطارات هي، وكتبت في النقد السياسي، وكتبت بحوث ودراسات سياسية نشرت أيضا في مجلات محكمة وفي مواقع رصينة. اشتغلت في العمل الصحفي، وكتبت في صحيفة الحياة، صحيفة المستقبل، القدس العربي نشرت لي، الشرق الأوسط نشر، يعني أغلب الصحف العربية كتبت فيها وأنا لا أحمل إجازة في الصحافة. هذا موضوع يتعلق بالموهبة ويتعلق بالاجتهاد الذاتي ويتعلق بالمهارات اللغوية ومدى اكتساب وتنمية المهارات الثقافية واللغوية لدى الإنسان، ما له علاقة بالتحصيل العلمي. هل هذا الشيء موجود في مصطفى زيدان أم لا؟ إن كان موجودا فيعني أولى به أن يبرز ذلك، أنه يا وشنك هاي أنت سألت هذا السؤال وهذه إجابتي على أسئلتك، هذه هي مقالاتي ودراساتي فيما يتعلق بالشأن السينمائي، شؤون وشجون السينما، يعني أخذت قسطا من تجربتي في عالم الكتابة، تفضل هذه هي مقالاتي ودراساتي في هذا الخصوص. وقتها خلاص الواحد بيحصل على الإجابة ويقول بالفعل هذا الرجل يعني هيئة وشكلا ومضمونا ومحتوى، هذا يعني رجل له علاقة بعالم السينما. يعني الموضوع مش إنه تطول لحيتك أو تسريحة شعرك أو ثيابك أو مو هيك، لا الثقافة هيك ولا الـ الـ لا يعني يعني ينبغي أن يكون هنالك شغف داخلي يستند على أرض قوية وصلبة من الممارسة، من الفعل النقدي، من إذا كان مخرجا أهلا وسهلا فليبرز أعماله السينما، إذا كان مثلا كاتب سيناريو كمان، إذا كان يعني شيء طريق أو درب يفضي إلى عالم السينما. ما هي الطرق والدروب التي سلكها مصطفى زيدان التي تفضي به إلى عالم السينما وتخوله وتمنحه تفويضا ثقافيا مهنيا لأنه أن يدير مهرجانا سينمائيا؟ هذا سؤال أعتقد أنه يعني ما في جانب شخصي في هذا الخصوص. شخص آخر سمعت أنه هو عبارة عن مصور، يعني يعمل لدى شبكة أخبارية كردية ومصور يعني، لكن التصوير في التلفزيونات الأخبارية مع عدم وجود أشرطة سينمائية، أفلام وثائقية، أفلام قصيرة، أفلام روائية، مساعد مخرج، مساعد ما يعني مخرج،
كل هل يعني الخبرة هل تتوفر لدي؟ يعني ما قلته عن مصطفى زيدان هل تتوفر لدى هذا المصور؟ هذا كمان يبقى سؤال برسم الإجابة من المعنيين. الشخص الثالث هو يعني بطل المجموعة أو كما يسوق له، هو بين قوسين روائي وشاعر من كوباني، أنا أعرفه بشكل شخصي والتقيت به في دمشق في 2001 في تلك الفترة، ويعني قطعت علاقتي به. هذا الشخص وبشكل واضح يعني جان بابير، يعني رغم انتقاداتي للكثير من المثقفين، من القامشلي، من عامودة، من الدرباسية، من المثقفين الأكراد، الملاحظ يعني طيلة هذه السنوات لم أتناوله بأي ملمح نقدي، ولم يعني هو شكل من أشكال تجاهل، يعني مش إنه تجاهل، لأنه ما في محتوى. يعني أن تأخذه على شو؟ أن تأخذه على هيئته ولا لا؟ يعني أنا عندما أرى شيء له علاقة بالمحتوى أنتقده، فهذا المحتوى عندما يكون في النص الشعري ركيكا وفي النص الروائي ركيكا، وفي يعني في التجربتين حتى الآن من يعني النتائج تقول أنه في حالة، هنالك حالة من الزعم والادعاء الشديدة. إيه أنا شو بدي أنتقد في هاي التجربة القائمة على الافتعال والتصنع والزعم والادعاء؟ ما في شيء حقيقي، يعني ما في شيء ملموس له علاقة بمحاولة تنمية الذات الأدبية. ما شفت هذا الموضوع. فهذا الشخص يقدم على أنه يعني يمثل كوباني روائيا وشعريا. لا، هنالك شعراء من كوباني كتبوا يعني أفضل بكثير من جان بابير باللغة الكردية وباللغة العربية باللغتين، يعني بكثير، يعني سنوات ضوئية تفصلهم عن جان بابير. يعني وداد نبي من كوباني أنا قرأت لها يعني نصوصها أفضل من نصوص جان بابير. روني علي باللغتين الكردية والعربية نصوصه أفضل من نصوص جان بابير. وأنا أعني ما أقول، وعندما أقول رأيا في هذا الخصوص يعني أنا مالئ يدي من الأمر حتى أقول هذا. يعني هو صحيح رأي شخصي، لكن رأي شخصي يستند على 24 سنة من الكتابة، 24 سنة من التعامل مع الكتابة الصحفية والشعرية والروائية والنقدية. يعني فهو يعني أنا لم أتجاهلت هذا الشخص لأنه لا يعني لي في الحيز الشعري أو الروائي، لا يعني لي شيء. أنا انتقدت جان دوست مثلا، انتقدت مين كمان من كوباني؟ يعني جان دوست يعني هو صحيح أصوله من عامودة ولكن يحسب على كوباني. يعني هذا الشخص أنا أتمنى أن يعني نفس الأسئلة المتعلقة بمصطفى زيدان تتعلق به، يعني ما علاقة هذا الشخص، هذا الكائن بعالم السينما؟ أين هي المقالات والدراسات التي أنجزها وحققها جان بابير في النقد السينمائي مثلاً؟ قد يقول قائل انه هو انجز افلام قصيره وكذا. يعني حسب ما شفت الفيلم الاخير موضوع العنف ضد المراه، واللي كان يعني فكره الفيلم القصير اللي قدمه في مهرجان كوباني، هذا الفيلم الذي قدم في مهرجان كوباني هل قدم في مهرجانات اخرى دوليه؟ لكي نعرف يعني المستوى اللي تفاعل وتعامل معه النقاد وخبراء السينما مع شغله السينمائي. أنا بعرف شغله الشعري
يعني والأدبي والروائي المستوى، يعني كيف المستوى، كيف مستويات تفاعل الناس الخبراء المعنيين بهالموضوع. لكن أنا هاي المساحة عندي مجهولة، مسألة التعامل النقدي سواء على مستوى المهرجانات أو على مستوى نقاد سينما لشغله، الأفلام اللي أنجزها سواء كانت أفلام وثائقية أو أفلام قصيرة أو أفلام روائية طويلة. فهل هذا الرجل كائن أصيل ينتمي إلى البيئة السينمائية الكردية منها والكردية المحلية لتكون مدخل لانتمائه الأصيل للسينما العالمي؟ هذا يعني محل شك وشبهة، وبحاجة إلى إجابة في هذا الخصوص. الثلاثة يعني الأشخاص الثلاثة حسب ما يعني عرفته أنه هن المعنيين بالدورات السابقة ومدير مهرجان ولجنة مهرجان، يعني هم أصحاب الفكرة. نعم، لكن أصحاب الفكرة إن كانوا حريصين على تطوير هذه الفكرة يوسعون الدائرة، يعني يحاولوا يوسعوا الدائرة للاستفادة من خبرات أشخاص آخرين لهم تجربة في هذا العالم بشكل أو بآخر. سأذكر بعض الأسماء، يعني مثلا دلبرين موسى من رأس العين، له تجربة، له يعني في الدراما، في الكتابة المسرحية، في النقد المسرحي، في النقد الدرامي، له تجربة في هذا الخصوص. أكرم حيدو له تجربة ويعني أفلام سينمائية، أنا شاهدت لأكرم وشخص مثقف وهادئ ومحترم. مثلا مانو خليل أخو طه خليل أيضا له تجربة في الوثائقيات والأفلام الوثائقية، و يعني أنجز بعض الأشرطة الوثائقية. أنا كتبت عن أفلامه، يعني فيلمين أو فيلم أو فيلمين كتبت في صحيفة الحياة في ملحق سينما عن فيلم مانو خليل. مصطفى عمه هو يحمل إجازة من روسيا في السينما، يعني وآخرين مثلا سعيم خليفة من كرد العراق، هؤلاء كلهم أكراد سوريين يعني لهم علاقة بالسينما بشكل أو بآخر. لقمان ديركي كشاعر واشتغل في الدراما، ولا يعني حتى ولو كانت تجربته في عالم الدراما السورية متواضعة لكن تبقى أفضل بكثير من تجربة جان بابير ومن تجربة زيدان ومن تجربة الآخرين الموجودين في هرم إدارة هذا المهرجان. ف حتى ولو يعني إذا كان هنالك طابع وطني مش بس قومي، يعني يمكن إشراك بعض العرب السوريين المعنيين بالشأن السينمائي، مش قضية تطعيم. يعني إذا كان هاجس المهرجان وليس فقط، وصحيح اسم المهرجان مدينة كوباني، لكن إن كان ميلهم سوريا فيمكن الأخذ بمشورة عناصر أخرى عربية سريانية أرمنية لها علاقة وطيدة ووشيجة بالشأن السينمائي. وإذا كانت المسألة كردية ومناطقية محضة أو مثلا كردية لنقول، فأنا ذكرت نماذج من أصحاب ذوي خبرة بشكل أو بآخر ويتجاوزون الأشخاص الموجودين حاليا في إدارة هذا المهرجان على صعيد السمعة الثقافية والسمعة السينمائية والخبرة في مجالات الدراما والنشاط اللي يتعلق بهذا الفن يعني. وإذا كان هاجسهم كردستاني فيمكن فتح الباب أمام مثلا سهيم عمر خليفة، مخرج سينمائي كردي من العراق، يعني حصد ما يقارب
50 إلى 60 جائزة يعني في هذا الخصوص، وهو صديق وأنا أعرفه يعني، وكتبت عن أفلامه. هنالك مخرجين من كرد تركيا مثلا، مراد بيزار مثلا، هو أيضا أنجز فيلما وثائقيا مهما، فيلما روائيا طويلا مهما، وكتبت عنه أيضا في صحيفة الحياة. بمعنى هنالك خبرات يمكن العودة إليها والاستفادة منها، أما أن تبقى المسألة يعني أهلية محلية وبس كوباني وقضية شوية استعراض، هذا شيء مؤسف، ويعني يفضح مستوى الاستثمار، استثمار محنة كوباني، مأساة كوباني، تراجيديا كوباني، مقاومة كوباني لأغراض شخصية يعني تخدم أنانيات شخصية أو يعني سياسية، لنقول أنانيات سياسية وأنانيات شخصية لا علاقة لها بالشأن العام، بالهم العام، بالسينما، بسعي تطوير السينما. وطبعا هذه الملاحظات والأسئلة التي أطرحها وأقولها بإمكانكم مراجعة الموقع الإلكتروني، وستجدون أسفل هذا الفيديو رابط موقع، هل أسئلتي هذه وملاحظاته هذه تخالف ما يقوله أصحاب هذا المشروع مهرجان كوباني الدولي، أم يعني ينسجم مع رؤية هذا المهرجان، الطاقات الشابة وصناعة السينما ودعم وتحفيز صناعة السينما والقصص هي كلياتها. فإذا الموضوع كمان واضح وجلي بالنسبة لي على هذا الصعيد، مسألة الاحترافية في هذا الموضوع. هلا بيجي لي واحد بيقول لي أنت يا موضوعك شخصي وموضوعك كيدي، ولأنه يتجاهلونك، ومن نفس الكلام الذي قيل لي عماد نجار سيقولونه لي، وهذا معروف عنهم يعني. سأقول يعني حتى في الدورة السادسة أو السابعة إذا تم توجيه الدعوة لي لن أذهب، إذا هذه الملاحظات التي قلتها هنا في هذا الفيديو لم يصار إلى الأخذ بها ومحاولة تلافي العيوب الفاقعة والابتعاد عن التجير والاستثمار السياسي وبتر اليد السياسية التي تتغلغل ضمن هذا المهرجان وتجير وتستثمر هذا المهرجان، لأن هذه اليد السياسية وأعني بها حزب العمال الكردستاني المصنف على لوائح المنظمات الإرهابية، هذه اليد العابسة بالمصير الكردي في كل مكان، إذا لم يصار إلى سحبها من المهرجان فأنا يعني لن أذهب لهكذا مهرجان يقف خلفه أشخاص أو أحزاب لهم دور كبير في مأساة كوباني وفي مأساة الأكراد بشكل عام، حصرا حزب العمال الكردستاني. فطالما بقي الوضع على ما هو عليه من رخاوي وركاكة وانعدام خبرة واحترافية في المهرجان لن أذهب. أنا دعيت إلى مهرجان روتردام، المهرجان الكاميرا الذي يعني كان يشرف عليه روش عبد الفتاح، وروش عبد الفتاح يعني الرجل لديه أفلام وثائقية، والرجل يعني درس في المعاهد والكليات الهولندية وبيفهم شو السينما. هلا نتفق نختلف معه هذا موضوع آخر، لكن ليس غريبا، ليس جسما وكائنا غريبا، وليس متطفلا على البيئة السينمائية يعني.
فقضية التطفل على الشعر ممكن واحد يعني يمرقها، التطفل على الرواية ممكن يمشيها، لكن إنه موضوع السينما لا، الواحد ما يمكن يمشيها، إنه يعني الموضوع صار يتطلب وقفة تأني وتأمل ومراجعة نقدية، وهذا ما أقوم به وهذا حقي يعني. ومن الواجب عليهم الاستماع إلى الانتقادات بصدر رحب وبعقل منفتح وبعيد عن التشنجات والعصبيات، لأنه الذي يرد بمهنية وبنزاهة وباحترام يكشف ويدل على مدى استعداده أنه يطور نفسه ويطور أدواته، طالما هو شغوف بفن السينما، طالما هو شغوف بتقديم صورة جميلة عن مدينة كوباني، وبعيد كل البعد عن از قمیته آمده کار کجبوی با مهرجانا چه کری بری هر تشتی بناو مجلس سوریه دموقراتی که موانا سپاس دکن کسی که فلم چه کرنه براستمی جیه کلجانه کی مزن دانه ما و ام دیار دبه کد پیواجو یا فلم کرت فلم دا ایدنا ام دا آستا جیهانی دا رولك كي تريزنا و تي خاصتن حمو سازيين مي نتويك و قانب بشتكريا بانا بكن ام بي آستي دي جيهان دا وسا تشبركي كيدانا از باور مي بايا ببي قابا كي سر كفتنا يا كدا كل كوباني او بون هاب نابي كوباني تبين چاوا كوباني دنگ يك لجيهان بلاف كير يكتية كي نتوي چكرت آستا هريمي دا چكرت جيهاني دا نهاجي وكي بفيلمان إذن أفدنغا بل أف دبي وكو بريكي بجيهان را دبي يك أم سركفتنا دخازن أم باورم ويبا سركفتنا بجي داوي حمو تشتيك بهبه أم خزمتكاري وانا بنا وراستي نجي أم إيرو برب سر بلن سباس المسألة الأخرى والاستراتيجية والتي ضربت المهرجان في مقتل هو يعني المسؤول عنه مش الذين يشرفون ولا يديرون المهرجان، لا، المسؤول عنه حزب العمال الكردستاني نفسه. يعني كان بإمكانه أن يقف خلف الستار ويقدم تمويلا ودعما إعلاميا لهذا المهرجان بدون هالمسألة الاستعراضية، ويطلع زهاد كوباني بتلك الصورة التي شاهدناها يعني، ومعه يعني معه من معه يعني من أشخاص، و يمشي إلى المنصة ويلقي كلمة ويكرم الناس تحت على منصة مهرجان كوباني السينمائي الدولي. زهاد كوباني هو من هو؟ يمكن الكثير من الأخوة العرب. هلا أنا مأخذي على هذا المهرجان ليس كمأخذ عماد نجار، وبيشوف أنه عبد الحكيم قطيفان حضوره في هذا المهرجان فيه تضاد وتناقض مع مواقفه الشخصية من هذه الجماعة السياسية وحزب العمال الكردستاني وقسد ومسد والقصص، وتناقض مع الأكراد، وبالتالي ما كان ينبغي للمنظمين دعوته يعني هنالك تناقض على صعيد الجهة المنظمة للمهرجان، أو على صعيد المنظمين يعني المجموعة اللي بنا نظموا هذا المهرجان، وعلى صعيد عبد الحكيم اقتفال نفسه. يعني أنا مش هذا مأخذي، ولا مجال الأخذ والرد في هذا الخصوص. أنا يعني عبد الحكيم طالما
يعني هنالك عبد الحكيم قطيفان ساند منظمات وجماعات إرهابية يوما ما ضد الأكراد وضد السوريين. هذا يعني مأخذ عماد نجار أو ينظر إلى الحضور من هذه الزاوية. أنا أيضا أنظر من زاوية أخرى، يعني من زاوية أنه هنالك شخص يمكن عماد نجار وآخرين من الأخوة العرب ما بيعرفوا زهاد كوباني. زهاد كوباني حتى هذه اللحظة لم يعلن استقالته من منظمة حزب العمال الكردستاني، وهي منظمة إرهابية مصنفة على لوائح المنظمات الإرهابية في أمريكا وفي أوروبا. زهاد كوباني أنا بعرفه على الصعيد الشخصي عشرات المرات، التقينا وناقشنا، ويعني أنا في يوم من الأيام كنت أدعم زهاد كوباني على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد التنظيمي عندما كنت مساند ومؤيد لحزب العمال الكردستاني من 1990 ولغاية 2011، يعني بحدود 21 سنة. زهاد كوباني اللي من يعرفه هو من أقارب مظلوم عبد، يعني ابن خالته ابن عمته ابن، يعني في صلة قربة بيناتهم، وسوا انتسبوا لحزب العمال الكردستاني في جامعة حوك، وهو لم يكمل تعليمه يعني بهذا الخصوص، ولا علاقة له بالكتابة ولا علاقة له بالكتابة الأدبية، ولم ينمي مهاراته وميله الأدبي. ربما في فترة الشباب والصبا كان يميل إلى الشعر وكتابة الشعر الكردي والقصصي، لكن الحزب دمر الميل الأدبي لدى هذا الشخص، وأقصد زهاد كوباني محمد حسن أو حسن محمد أو هيك شيء. المهم هذا الشخص في بيني وبينه أصدقاء مشتركين، وناصر حاج منصور. ناصر حاج منصور كان ترك الحزب في 2005 2006، وصار يعني وقت ذاك أيضا زهاد أتى إلى أوروبا، ويعني حتى يقال أنه زهاد كان، قيل لي يعني ما مدى صحة هذه المسألة، أنه عندما صار انشقاق في البي واي دي حزب الاتحاد الديمقراطي، زهاد كوباني كان مع، يعني هكذا قيل لي، كان مع كمال شاهين من عفرين، وانشقوا عن حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني، لكن جرى استعادته ببعض المناصب والقصص هي، والسفر إلى أوروبا. أتى إلى أوروبا، بقي مسؤول حزب الاتحاد الديمقراطي في منطقة البلقان في اليونان ورومانيا وبلغاريا وهي المنطقة، وأتى إلى ألمانيا، و يعني كان مسؤول ضمن منظمات حزب العمال الكردستاني في أوروبا، وما زال ضمن منظمة حزب العمال الكردستاني في أوروبا. ما زال سوهاد كوباني عضو في إدارة في منظمة أوروبا لحزب العمال الكردستاني، ويتولى مهام قساد هو وإلهام أحمد، لكن هؤلاء هم كوادر أساسية حتى هذه اللحظة، طالما لم يعلنوا استقالتهم من حزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية على الأراضي الأوروبية. هذا الشخص بهذه الصفة الموثقة، مش اجتهاد، صرح كذا ومثل يعني مش نفس الكلام اللي قاله عماد نجار عن قطيفان، مسألة التحليل وبوستات لا لا لا، هذا شخص يعني كان مقاتل ضمن حزب العمال الكردستاني، وتولى مناصب داخل حزب العمال، و يعني وما زال
ما زال ضمن هذا التنظيم ويدافع عن هذا التنظيم. تفاصيل داخلية أنا في معزل عنها، يعني أمور داخلية تانية، شو يعني المحاكمات التي تعرض لها والاستجوابات والإهانات التي، هذه التفاصيل هي قضية أخرى. لكن في الخط العريض، في الخط العام، زوهاد كوباني ما زال عضوا في حزب العمال الكردستاني. وخلي يطلع ويبرز ويقول لا أنا قدمت استقالتي من حزب العمال الكردستاني في السنة كذا، أو يقول لا أنا أصلا لم أنتسب إلى حزب العمال الكردستاني، فليأتي وينكر وينفي ويدحض ويفند هذا الكلام، وهو لا يقوى على فعل ذلك أبدا. ولا يقوى على مواجهتي في إحدى المرات، إذاعة صوت أمريكا، القسم الكردي، حاولوا يعملوا حوار يعني بيني وبين يعني الطرف الآخر يكون زهاد كوباني. طبعا أنا وافقت، أنا ما عندي مشكلة في هالخصوص، أنا يعني لدي ما لدي من الحجة والبراهين التي أحاجج بها زعيم زهاد كوباني، مش زهاد كوباني يعني زعيمه أوجلان أو زعيمه جميل بايك. أنا قادر يعني وواثق من نفسي في هذا الخصوص، ما عندي مشكلة من زهاد كوباني، تحصيل حاصل في هالخصوص. فتهرب تهرب يعني، مش بس هو، كل القيادات الموجودة اللي بتشوفوهم في الصف الأول، إلهام وزهاد وآلدار وكل هؤلاء، يعني أنا سبق وذكرت إنه القضايا الخلافية السياسية أنا مستعد للمواجهة والمحاججة والمناظرة وكل التفاصيل في مكان محايد مع جهة محايدة، ما عندي أي مشكلة في هذا الخصوص. هو تهرب تهرب تهرب، مش مشكلة يعني. فهذا الشخص عندما يأتي ويحضر، مجرد حضوره لمهرجان سينمائي ثقافي خلاص. هلا واحد يجي بيقول لي إيه لا الأطراف الثانية كمان كانوا موجودين، الكرد العراق أو الأنكسة أو المجلس الوطني الكردي أو الأحزاب الكردية، الجهات السياسية الكردية الأخرى كانوا موجودين، بس مش يعني لم يصعدوا حسب ما قيل لي على المنصة، ولم يكرموا الناس وباسم منظمتهم على منصة. هلا شفتوا يعني يا اما هدلوني، طبعا مش رايحين مهرجانات، ما بيعرفوا يعني مصطفى زيدان وجان بابير. لا يجوز ان تاتي منظمه سياسيه وتكرم شخصا على منصه مهرجان، يفترض انه مهرجان مستقل، ما بتزبط. ما حدا قال، لانه ما بيعرفوا الاعراف وتقاليد المهرجانات. في اي مهرجان سينمائي في الصومال بيجي مثلا حزب كردي او حزب عربي او حزب ارمني او حزب تركي، يروح على منصة هذا المهرجان اللي يفترض انه ما له علاقة بها، ويكرم شخص اخر على منصة مهرجان ونحن ليست لدينا علاقة بهذا المهرجان. لا، طالما الموضوع له علاقة بالسير على المنصة والتقاط الصور، طالما الموضوع له علاقة بإلقاء كلمة، طالما الموضوع له علاقة بمسألة التكريم والحفاوي والمسائل الاستعراضية والكاميرا خلاص يعني أنت يا مصطفى زيدان، يا منظمي مهرجان كوباني، الآن الموضوع صار لازم نسأل عن موضوع التمويل، مسألة التمويل. يعني أنت قد تكون في مسائل الإدارية، دعوات، حجز تيكيتات يعني، والمراسلات، مش يعني لا تستلزم تلك الكفاءة العالية والخطيرة. يعني أي موظف بإمكانه تكلفه بهيك مسائل، يعني يجري اتصالات مع فنانين، مع ضيوف، يحجز لهم الاوتيلات، يحجز لهم فنادق، السياره اللي تاخذهم بتجيبهم، اكلهم شربهم، المكافآت المخصصه لهم، هذا طبيعي يعني. اداره الامور اللوجستيه مش انجاز في هذا الخصوص يعني.
المقصد من هذا الموضوع انه خلاص المسألة صارت مكشوفة، يعني مفضوحة. وحزب العمال الكردستاني، ولأن يعني الشيء بالشيء يذكر، كردش بين أو القلم الكردي أو بنا كرد، حزب العمال الكردستاني استلم أو مش استلم، سطى على هذه المنظمة اللي ما كانت منظمة حزبية، معهد بروكسل، المعهد الكردي في بروكسل، وزهاد كوباني بيعرف هذا الشيء. حزب العمال الكردستاني أيضا بالانتخابات والتصويت سطى على هذه المنظمة. اتحاد مثقفي غربي كردستان هارالكا ما بعرف شو اللي ما كان له علاقة بحزب العمال الكردستاني، لكن الحزب سطى على هذا الاتحاد طبعا عبر بيادق، يعني عبر حليمه وأحمد حسيني ومثقفين أكراد. شو كمان الاتحاد الكتاب والأدباء الكرد اللي صار، اللي رخص له ديلاور زنجي، الكاتب الكردي ديلاور زنجي، حزب العمال الكردستاني سطى ونصب واحد عميل المخابرات وكتيب تقارير وبعثي على رئاسة هالاتحاد يعني. وشو احكي لكم كمان، يعني هنالك تجربة مريرة وموبوءة ومسمومة لهذا الحزب في اختراق المؤسسات الثقافية والسطو عليها وتجييرها لمصلحة سياسية حزبية مقيتة تافهة. يعني ما عندهم هالمشكل استثمار كوباني للحدود القصوى. حتى الآن زهاد كوباني ومظلوم كوباني وما بعرف مين كوباني عاجزين عن كشف مقتل صبايا كرد بيد الكادر اللي بحزب العمال الكردستاني في كوباني. البنت التي ألقوا بجثتها وهي من أقاربهم، يعني من أقارب ولاد جار، من أقارب مظلوم عقدي، وأنا ذكرت حول هذا الموضوع، هم عاجزين حتى الآن. مظلوم كوباني وزهاد كوباني عاجزين عن إخلاء سبيل الأطفال الأحداث والقصر من معسكرات حزب العمال الكردستاني، وقسد ومسد وما بعرف شو. عاجزين مشلولين ما عندهم، هم مجرد وجهات يطلعوا بيبتسموا ويحكوا بصوت رخيم، هفال زهات يجي يحكي بالنافي مسدي باسم مسد ونتمنى لكم التوفيق. صوت زهات كوباني يعني انا بحاول قلده شوي يعني في الاداء الكلامي لزهات، لكنهم عاجزين، بيحكي بلا 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 شوي، بس على الارض الواقع شيء اخر. يعني امام حزب العمال الكردستاني سطوة وهيمنة وجبروت وتسلط وعنف، حزب العمال الكردستاني ضد أهل كوباني، ضد أهل كوباني الموجودين في الحزب، فما بالكم أهل كوباني الموجودين خارج دائرة الحزب. شو موقف حزب العمال أو طريقة تعامل حزب العمال الكردستاني معه؟ هنالك الكثيرين يعني من المخدوعين بهذا الحزب من في الجانب العربي، يعني ربما أنا لا أقول، يعني ربما يكون مثلا عماد نجار واحد منهم، أو في طريقه مثل يعني الطريق الذي سلكه قبله عبد الرزاق عيد اللي كان في فترة من الفترات مع هذا الحزب وبعدين بطل، بعدين إجا هيثم مناع كمان بطل، وبعدين رياض درار كمان بطل، هلا سالم المصلط وما بعرف مين، فراس قصاص الصديق الأبدي لهالمسألة طبعا فراس أنا بعرفه يعني، خلدون حيدر وآخرين ممكن يعني ينخدعوا بمقولات والشعارات والقصص
حزب العمال كردستان، لكن حزب العمال كردستان لا يمكن أن يخدعني، ولا يفترض أن لا يمكن أن يخدع جان بابيرلي وهربان من هذا الحزب. يعني هو كان مقاتل ضمن هذا الحزب، صحيح ما عنده العمر المديد في القتال والقصص هي، لكنه هرب وكان ملاحق وكان منبوس وكان يعني مشحر به في كوباني وكل هذه التفاصيل. هو ينبغي أن يعي وأن يكون حذرا في التعامل مع هذه المنظمة اللي انخدع بها مثل ما انخدعنا كلنا وتركها، والآن يعود إلى الحضن، حضن المنظمة بطريقة أو بأخرى، وزواد كوباني ومظلوم كوباني هذا شأنه بس. لكن هذا ما لدي من آراء وأفكار وملاحظات حول هذا المهرجان، ويعني مسألة يعني الصورة المجيرة، الصورة المشوهة التي يحاول حزب العمال الكردستاني تقديمها باسم كوباني، أن يستثمر قيمة كوباني وضحايا كوباني لصالح أجندة حزبية حولت، يعني صحيح أدخلت كوباني إلى التاريخ لكنها أخرجتها من الجغرافيا وجعلتها يعني أنقاض. شي مرة بيحكوا عن متحف كوباني، شي مرة بيحكوا عن، أنا ذكرت بالوثائق وبالأرقام وبالأسماء وبالصور الفساد الموجود في إدارة زهاد كوباني في كوباني، حجم الاختلاسات ونحب الأموال التي رصدت لبناء جامعة كوباني، هاوجين عزيز وكنعان تشوماني وما بعرف بالأسماء كلها، قيادات كردية عراقية أو إيرانية كانت موجودة في كوباني ونهبت ملايين الدولارات. ماذا فعل زهاد كوباني لكي يرقص؟ مقصدي مما سلف حجم المصاريف التي رصدت لهذا المهرجان لالتقاط هذه الصور وبعض البهرجات، يعني الأضواء والبهرج والزخارف، كان بإمكان أن تصرف على فيلم سينمائي حقيقي يتحدث عن محنة كوباني، وهذا الفيلم يشارك في مهرجانات دولية ويقدم كوباني عن طريق السينما في شريط سينمائي روائي طويل، 2 3 4 مجموعة من الأشرطة السينمائية تتناول الكوباني من الجانب الإنساني، مش الجانب التسويقي وحزب العمال والنساء وآرين والمقاتلات الكرديات. في قصص أنتم تتذكروا كثير، صورة داعش وبيحمل رأس فتاة كردية وجديلتها والدم والقصص هاي، بعدين طلع أنه صاحبة الصورة موجودة وحية موجودة في أوروبا، والصورة كانت فوتو مونتاج ومفبركة من لاستثمار العواطف، لتجهيل العواطف. أنتم تعرفوا هاي القصص يعني، وكثير يعني من الأشياء. بمعنى هذا المهرجان طبقا لما ذكرته من ملاحظات وأسئلة ويعني انتقادات سجلتها، أنا ما لي علاقة يعني فيها في ما لي الخصومة الشخصية مع أشخاص، يعني ما عندي الخصومة الشخصية، لأنه يعني لا، مثلا لنفترض يعني أنا ما بعتبر يعني الموجودين خصم إلي في الشؤون الكتابة أو الأدب أو الرواية، وأنا صحيح كتبت في النقد السينمائي لكن لا أعتبر نفسي سينمائيا مخرجا أو كاتب سيناريو، ما لي علاقة. بس هذا حدث ثقافي، شأن عام شفته والناس تفاعلوا معه، ويعني مع احترامي يعني شخص مثل عماد نجار يحق له
نقد هذا المهرجان بالطريقة التي يراها مناسبة، من الزاوية التي يراها مناسبة. فإذا كان هذا الحق محفوظ فهو محفوظ لعماد نجار، فلماذا لا يكون حقا متاحا محفوظا لهوشان قوسي أيضا؟ يعني فأنا أمارس حقي في المراجعة والنقد، ومن لديه ما لديه بما يفند أو يرد أو يجيب على هذه الانتقادات والملاحظات التي أثرتها في هذا الحديث فليتفضل وأهلا وسهلا. طولت عليكم، أنا آسف يعني، لكن هذا ما أمكنني قوله في هذا الخصوص. إلى لقاء آخر وموضوع آخر وفنجان قهوة آخر معه شنك. دمتم بألف خير.